إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا ينظر الواحد فقط إلى جهة واحدة من زوجته أو من أو هي تنظر من زوجها، بل تنظر في جهات كثيرة. هذا يا جماعة كان فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقبلت إليه امرأة تطلب الطلاق من زوجها. إيش سبب طلب الطلاق؟ هذه يا جماعة زوجها خرجت مرة إلى الطريق فرأته مقبلا مع مجموعة من الرجال، وإذا هو أسوأهم منظرا، فطابت نفسها منه. يعني إيش اللي يعني جعلني أصبر على هذا الزوج وهو بهذا الشكل؟ طابت نفسها منه، فرجعت البيت قالت أطلقني. ليش أطلقك؟ وش قالت؟ يا أخي ما صراحة ما أريدك، طلقني. فأبى أن يطلقها، ما في سبب، ليش أطلقك؟ أم عيالي ليش أطلقك؟ فمضت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني لا أعيب على فلان في خلق ولا دين. أنا أقول له طلقني؟ لا تظن يا رسول الله الرجل دينه يعني سيء، ما يصلي ولا يشرب خمر ولا كذا، لا والله لا تسيء الظن بل والله والنعم. شوف العدل أيضا، ترى يعني فيه زوج يطلق زوجته وكل واحد يقول الله يوفق الثاني ويستر عليه، وناس أعوذ بالله ربما يفتري أشياء غير موجودة. المرأة الآن لسه تبغى تتطلق وتقول: يا رسول الله، إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لكني أكره الكفر في الإسلام. يعني مثل ما أنا أسلمت وصرت أكره الكفر، أنا أكره زوجي. شوف شدة الكره إذا وقع في القلب. يقولون: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، حاول يصلح، حاول، إلا المرأة ما في كلام، ما عاد أتحمل، ما أبيه. فقال: ما أصدقتها؟ وش الصداق اللي عطيتها؟ قال: أعطيتها حديقة. والله اللي مدلعه بعد، معطيها حديقة كاملة، يعني بستان معطيه إياه مهر. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ ترجعين البستان اللي أعطاك؟ قالت: أرجعه. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. المرأة ما تستطيع. ولذلك وسأكمل لكم القصة بعد قليل، لكن بعطيكم ملمح فقهي. الإسلام جعل لإنهاء العلاقة بين الزوجين ثلاثة أبواب: باب مفتاحه بيد الرجل، وباب مفتاحه بيد المرأة، وباب مفتاحه بيد من؟ بيد القاضي. بيد القاضي. المفتاح الذي بيد الرجل ما هو؟ الطلاق. المفتاح الذي بيد المرأة هو الخلع. تجي تقول: يا أخي أنا لا أستطيع أن أبقى معك، تفضل هذا مهرك اللي أعطيتني وطلقني. ولا يجوز مرة تفعل ذلك إلا لأسباب، ترى ما يجوز واحدة مثلا رزقها الله فلوس قامت تتزوج وتطلق على كيفها، لا، الأصل أن يكون بسبب. الثالث الذي مفتاحه بيد القاضي اسمه الفسخ، فسخ النكاح. كيف؟ لو رجل يتعاطى مخدرات وأوقع امرأته معه في المخدرات مثلا، وجاء أبوها قال: يا أخي أنت متعاطي وخليت بنتي تتعاطى، طلق بنتي. قال: ما أبغى أطلقها. قالت البنت: وأنا ما أبغى أطلق. قال: يا بنتي أعطاك مهر 10,000 50,000 بدفعها ونفكك منه. قالت: لا تفكني منه، أنا أبغاه، هذا زوجي. وهي تحت تأثير أنه معلقها مخدرات. فذهب إلى القاضي، قال: يا قاضي، أنا أريدك تفرق بين هذه الزوجة وزوجها. قال: من أنت؟ قال: أنا أبوها. طيب هي ما طلبت الطلاق؟ قال: صح، لأنها لا تستطيع تطلبه، هي متعاطية وهو متعاطي مثلها، لكن أنا أطالب بالفسخ، يفسخ النكاح، فك بنتي من هذا العفريت الذي عندها، وربما يعني يقع عليها بفاحشة ولا بغيره. هنا يحق للقاضي إذا تأكد يجيبهم يقول: طلقت منك امرأتك. يقول: ايش دخلك تطلقها؟ انا زوجها. وهي تقول له: ايش دخلك تطلقني؟ ابغاها، هذا زوجي. يقول: خليك ساكته، وانت خليك ساكت، طلقت منك امرأتك. ويعطيهم صك طلاق ويفرقهم. اذا كان بقاؤهما يؤدي الى مفسده كبيره، يؤدي الى مفسده كبيره سواء مخدرات ولا غيره، يجوز القاضي ان يفسخ النكاح. والمرأة بالمناسبة أيضا لا يجوز لها أن تتقدم بالخلع، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة.
ما يجوز واحدة كذا زوجها مكرمها وامورهم زينه وكذا، بعدين حست انها ملت من الاطفال ومن الزوج وتبغى تعيش حياتها كذا، فقالت والله طلقني. انت كم اعطيتني؟ اعطيتني 50,000، اتفضل هذه 100,000، طق طلقني خلع. لا يجوز شرعا الا ان يكون هناك سبب، لا يجوز شرعا الا اذا كان هناك سبب. اما العبث، لان بقاؤك زوجة ليس حقا للزوج فقط، هو حق لمن ايضا؟ حق للاطفال. يا اخي ايش ذنبه تجعلينه يفرق عن امه ولا يفرق عن ابيه؟ حرام يا اخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر ان المراه لا تستطيع البقاء معه، قال له خذ الحديقه وطلقها تطليقه، وطلقها. فلبثت وقتا فخطبها عبد الرحمن بن الزبير وجاء وتزوجها، فكأنها لم تجد معه من المتعة، يعني عفوا يعني في أمور الفراش وكذا، مثل مع زوجها الأول، فاشتاقت للزوج الأول، تحسفت يا ليتني جالسة مع فلان. فذهبت إلى عائشة تشتكي، جاءت إلى عائشة قالت يا عائشة إني أنا قد تزوجت فلانا وهو ما أريد أن أبقى معه وأنا مليت منه وكذا، وتصدقين إذا كذا يعني إذا غضب مني يضربني. وكشفت عن ساعدها وهي عليها خمار أخضر، وكشفت عن ساعدها وإذا في ضربة خضراء، كانت شوفي حتى يضربني شوفي هذا. فجأة دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، المرأة لازمت بحجابها وجلست على جنب، فقال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت هذه فلانة. تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي قبل كم شهر يعني خالع عن زوجها. فقالت عائشة يا رسول الله ما أكثر ما تجد النساء الأنصار أو نساء المؤمنات، والله يا رسول الله إنها جاءتني. شوف الوصف الدقيق الآن، النساء بعضهن عادة يفزع البعض، يعني قالت يا رسول الله لقد جاءتني ولا أدري أخمارها أشد خضرة أم يدها. تقول ما أدري اللي أخضر أكثر من الثاني، الخمار ولا اليد، من كثر ما اليد خضراء. شوي إلا زوجها جاي معه اثنان من أولاده من غيرها، وعنده زوجة قبل وعنده عيال كبار، فجاي معه اثنان من أولاده ودخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدين عليه؟ قالت يا رسول الله والله إني لا أجد معه إلا مثل هذا. وأخذت خيطا من طرف ثوبها وجعلت تصف يعني وضع الرجل، انه يعني ليس يعني في امور الفراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان ابناك، ظنه النبي صلى الله عليه وسلم عنين، يعني رجل لا ياتي النساء وبالتالي هذا عيب، ما معها حق انها. قال هذول عيالك؟ قال نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله، يكلم المراه، قال والله انهما لا اشبه به من الغراب بالغراب، ذول عيالي يشبهونه، غير معقول تقولين رجل ما ياتي النساء، اجل كيف حملت زوجته الاولى؟ ما هم يشبهونه، واضح انهم عياله. فقالت عند ذلك، قال صلى الله عليه وسلم والله لا ترجعي الى رفاعه حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل امامه حواجز للعوده الى الاول، المساله ما هي بلعب، اتزوج هذا وبعدين والله ما عجبني شكله طلقني، زوج الثاني والله امور فراش مو زينه طلقني، اللي عقبه ما ادري ايش والله ريحته ما ادري طلقني، اللي عقبه ما ادري ايش بيته طلقني. ما هو بلعب المراه كل يوم مع رجل، وكذلك الرجل ما يجوز يلعب بحريم الناس، الزواج له قدسيته وله قدره. ولذلك هذه المرأة رضي الله عنها الذي سبب لها الإشكال أنها لما جت تحكم على زوجها حكمت من جهة واحدة، أخلاق أخلاق زينة، دين ما شاء الله رجل مصلي وتقي، شكله ما عجبني. طيب ربما تأخذين منه أحسن شكلا منه، لكن